لم نسمع من الأهالي هنا يوما يقولون بأنهم يستطيعون شراء كل حاجياتهم من المواد الغذائية والسلع المطروحة في السوق من منافذ البيع في صالات سورية للتجارة، فهم حتى ينسون تدخلها في السوق لصالح المواطن ويشكون غلاء الأسعار وارتفاعها في السوق المحلي. أول شيء المواد المتوفرة حاليا سكر ورز، عم بيجي بالشهر دفعة واحدة زيت وشاي، طبعا ما بيكفوا للمحافظة كلياتها، عم بيجينا كمية قليلة جدا زيت وشاي. يعني الحصة الماضي كان شيء 1500 لتر زيت، طبعا 1500 هذول ما بيكفوا يوم واحد توزيع. أما السكر والرز متوفر، بس المشكلة إنه بالتكييس عم يبعثوا لنا دقمة، وعم هون بين ما تتكيس الواحد وبين ما يوزن وبين ما هذا بتاخذ طبعا فتره. اما لو في تكييس ما يعني الازمه هاي بتخف كثير. احد بيلتزم بالتعليمات اللي معطيهم اياها، الناس بدها تاخذ وتمشي. في ظل ما تعيشه البلاد من ازمه عالميه لم تكن في الحسبان، يقف المواطن حائرا مستنجدا بالقرارات الحكومية لتنصف حاله المعيشي وتمنع استغلاله من التجار والباعة. كيلو السكر مثلا ب 600 و 700 ليرة، كيلو الرز فيه ب 1200 و 1400 انواع رز. طيب انا مواطن عندي 10 نفر 12 نفر، ووضعي المادي مو زيادة، منين بدي منهم؟ بالرغم من حرص المؤسسة السورية للتجارة بتسيير مركباتها لتوزيع المواد التموينية في القرى والأرياف، إلا أنها اليوم تعاني من ازدحام كبير في أيام الأسبوع وشح في المواد، فضلا عن إغلاق بعض المنافذ دون معرفة مبرر غير نفاد المواد. يتم في كل شهر توزيع المواد التموينية عبر البطاقة الذكية لكافة المواطنين في ظل غياب السلع الغذائية عن بعض الصالات وأغلاق بعض منافذ البيع في المدينة. للإخبارية السورية مرح المقداد، مدينة درعا.